throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أحمد أو أحمد عبد المنعم معكم النهاردة. الفيديو ده عبارة عن مقدمة للقناة. إيه اللي أنا هقدمه في القناة؟ إيه اللي أنا هقدمه من واحد لخمسة بالأولويات طبعا. اللي حاول أقيم عليه والتارجت بتاعي هيبقى الكواليتي بتاع الفيديو. الفيديو يطلع حلو مفيد، لو كان فاني يطلع فاني بشكل كويس، يعني مش هكروت، يعني مش هيبقى فيه كروتة، والكواليتي ان شاء الله هيبقى عالي، ومعظم الفيديوز هتبقى فيس كام ان شاء الله. طيب انا مقسم البلاي ليست بتاعي الفايف كاتيجوريز، هعمل ان شاء الله خمس حاجات في التشانل دي. اول كاتيجوري، اول حاجة هعملها الاوفر ووتش، هعمل جايدز او شرحات اهم الاخبار جيم بلايز بفيس كام انا واصحابي، وان شاء الله لو ينفع هعمل لايف ستريمز الاوفر ووتش ان شاء الله. تاني حاجة هلعب هيرسستون، هلعب أرينز والتارفن برولز، أي حاجة، أي مود فن، يعني مش هلعب، مش هطلع مثلا ليجند، مثلا مش هلعب رانكد واطلع ليجند، لا مش فارقة معايا بصراحة في هيرسستون قوي. هيرسستون فن جيم ومش تراي هارد جيم خالص زي أوفر ووتش مثلا. أوفر ووتش هي اللي ممكن تكون كومبتيتيف شوية. تمام. تالت حاجة ووك ثروز، تختيم الألعاب. أول لعبة إن شاء الله بقيم إن أنا أعمل لها تختيم على الشانل دي، بتبقى باتل فيلد 1 وبعد كده إنسايد. اللعبتين دول متحمس ليهم جدا. ورابع حاجة هتبقى الويكلي نيوز، أجدد أخبار عالم الألعاب عامة، للكونسول، للبي سي، للستريمرز المشهورين أجدد أخبارهم، البرو بلايرز، يعني أحاول أجيب أحسن وأهم الأخبار. واخر حاجه الهورر جيمز. الهورر جيمز انا بستمتع بيها بصراحه، بس ما عملتش هورر جيم بفيس كام قبل كده، وده اللي انا متحمس ليه جدا. ما تنسوش يا جدعان تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو في حاجه انتوا طالبينها مني او عايزينها مني اكتبوها في الكومنتس، وان شاء الله هبتدي الفيديوهات دي من بكره بالترتيب وكل حاجه في البلاي ليست بتاعتها. كان معكم مستر احمد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.